السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايح جبت لكم وصفة، رايح ندير لكم إن شاء الله بطاطا باللي شامبينيون وبولي والدجاج. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تعجبكم، وبقوا معايا ورايح نعطيكم إن شاء الله المقادير. هنا راني درت الزيت، زيت نباتي، نبدا إن شاء الله بسم الله. درت زيت وشوية تاع مارغارين، راهي دابت المارغارين أو سخن معايا الزيت. راح نبدا إن شاء الله في الوصفة. عندي دي مغسو تاع الدجاج، كل واحد يدير على افراد العائله تاعو ان شاء الله بسم الله، على حساب الافراد تاعو. عندي سنينه تاع ثوم، هاهم نشري، ما ندير حبات وخلي حبات. ثوم نقطعها برك على زوج ونرميها. عندي راس ثوم كومبلي نديرو، هاني مش خليت غير شويه، بعد نديرو في الشامبينيون. عندي فلفل اسود، هاهي نديرو الفلفل الاسود. عندي الملح، عندي الملح. وعندي شويه تاع زعتره راني غسلتها، ها هي رايحه نديرها. اللي ما عندوش الزعتره ما كان له، ماشي حاجه لازمه، ومن الاحسن تكون اللي ما كاش تقدري تستغني عنها عليها. خليه يتقلى، خليه يتقلى ان شاء الله يتقلى، بعد تشوفوا. انا هنا رايحه نقلب الدجاج تاعي. نقليه مليح ونحمره. نزيد نحمره في الجهة الأخرى إن شاء الله، بعد نوريكم كيفاش نكمل الوصفة تاعي. هاو هنا بعد ما تقلى معايا الدجاج تاعي وبدا يحمر، هاكي تشوفو كيما راكم تشوفو، ماهوش طايب راهو جوست محمر برك. بكره راح نمرق له ان شاء الله. بسم الله، هاكم كيما راكم تشوفوا نوريكم كيف مرقت، كيف دوك رايحه نغطيه ونخليه يطيب حتى تروح هذيك لاصوص كامله، حتى يروح هذاك الماء كامل، يبقى لي غير الزيت، فمن نعرف بلي الدجاج تاعي خلاص طاب. خليه يطيب ان شاء الله، من بعد نكملوا ان شاء الله. انا رايحه نعطيكم باقي المقادير. خليت الدجاج تاعي راهو يطيب، راهو في الكوكوطا يطيب على غرلو، دوك يغلى ان شاء الله نقصلو. نكمل لكم الباقي. عندي بواطه شامبينيون، من الاحسن يكون حبات بقطعوه، هذا يطيب خير من الاخر اللي شرائح. وعندي فلفل اسود، وعندي معدنوس، وعندي سنينه ثوم اللي بقاو لي، وعندي مكعب تاع جومبو تاع دجاج، راح ندير نص برك. من بعد الملح ما كان لا تسك فيه الملح، الجومبو هذا الشامبينيون باش اخر مرحله. وعندي البطاطا تاعي، كل واحد واش يدير على حسب افراد عائلته، كل واحد يدير واش عنده في الدار. انا راح ندير واحد كيلو، واش نقطعها ان شاء الله دي روندال هكذا. ها
تقليوها يمكن نخلص نقليها ان شاء الله وراح نوريها لكم كي تستقلى من بعد نوريكم المرحله كيفاش نكملها ان شاء الله. قاوم انا راح نوريكم لاصوص تاعي هاي كيفاش حتىني نروح هذا الماء كامل باش نعرف بلي الدجاج تاعي طاب. ساعه ساعه تحركوه لازم ساعه ساعه تقلبوه فهمتوا كيما راني وريت لكم ها كيفاه. هنا بعد ما راح هذاك الماء كامل ها هو شوف راح كامل هذاك الماء قاعد غير الزيت راح نحي الدجاج تاعي بسم الله هاو طاب نكمل نحيه بعد شوفوا معايا. هنا بعد ما نحيت الدجاج تاعي هاهو شوفوا هاهو دوكا رايحه ها هي لاصوص تاعي كيفاش تولي تروح كامل هذاك الماء يروح دوك رايحه نرمي الشامبينيون تاعي ها الشامبينيون تاعي راح نرميه هذوك السمينات نتاع الثوم راهم السمينات نتاع الثوم ها نقصهم في كامل نزيدهم اللي قاعد خليتهم الشامبينيون تاعي شوفو كدا تخليه يتقلى شوية أنا راني خليت الشامبينيون شوفو لازم يتقلى شوية نرمي عليه المعدنوس تاعي اللي قطعتو وعندي الجومبو تاعي تاع الدجاج راح ندير نص نديرش الملح ها ندير نص هنا بعد ما تقلى معايا شويه الشامبينيون تاعي رايحه نمرق واحد الكاس تاع الماء بسم الله زدت شويه تاع الماء واحد كاس تاع ماء هكا تخليوه بعد ما يغلي 10 دقائق نطفي عليه وهذيك لاصوص نرمي فيها البطاطا بعد نوريكم ان شاء الله. انا بعد ما غلات معايا كما قلت لكم 10 دقائق رايحه نرمي البطاطا تاعي ها هي لاصوص تاعي مش ما قعدتش بزاف خليها تغلي غلية ونطفي عليها ها كيف تجي Thank you.
خليها ليا برك ونطفي عليها وان شاء الله تشوفوها في صحن التقديم. هنا الطبق تاعي بعد ما وجد بعد ما جبت لاصوص، نقول لكم ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تعجبكم، نقول لكم صحه فطوركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.